هل تتوقف مغامرة الدب الروسي عند دور الثمانية أم ستستمر؟ هذا هو السؤال الأبرز في الساعات الأخيرة بعد تأهل روسيا مستضيفة المونديال إلى دور الثمانية على حساب إسبانيا في مفاجأة مدوية، خاصة أن روسيا لم تكن مرشحة من الأساس لتخطي دور 16، بل كان عبورها من مرحلة المجموعات محل شك. في حالة ذهاب الدب الروسي بعيدا في البطولة، فإنه سيكون مرشحا لفك عقدة دامت لعشرين عام هي نجاح البلد المضيف للمونديال في معانقة اللقب. المنتخب الروسي يأمل في فك عقدة استمرت لأربع دورات، إذ حقق المنتخب الفرنسي اللقب على أرضه ووسط جماهيره عام 98، بعدها غاب المستضيف عن حمل الكأس الذهبية. لغة الأرقام تعكس أن المستضيف لم يفز بالبطولة كثيرا، إذ حدث الأمر في ست مناسبات، بداية من نسخة عام 30 التي أقيمت في أوروغواي. نجح المنتخب الأوروغواياني في تحقيق اللقب بالنهاية، ثم نجح المنتخب الإيطالي في الفوز باللقب على أرضه ووسط جماهيره عام 34 في بطولة شهدت تألقا كبيرا من الطليان، ليعود بعدها المنتخب الإنجليزي في حصد اللقب مدعما بعاملي الأرض والجمهور عام 66. المرة الرابعة كانت من نصيب الماكينات الألمانية بحصد اللقب على أرضها ووسط جمهورها عام 74، ليأتي الدور على الأرجنتين عام 78. المرة الأخيرة كانت لفرنسا عام 98 في النهائي الشهير الذي شهد تألق زين الدين زيدان. يبقى السؤال، هل ينجح المنتخب الروسي في فك عقدة حصول المستضيف على اللقب، أم يقضي المنتخب الكرواتي على أحلام الدب الروسي؟